وفي جابس تمكن أعوان الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم بسوق جارة للصناعات التقليدية وسط مدينة جابس، وامتد إلى 20 مترا من متاجر السوق. وزادت في قوة اشتعال النيران وسرعة انتشارها طبيعة المنتوجات التقليدية الموجودة بهذه المتاجر والمصنوعة أغلبها من الألياف النباتية والصوف، فضلا عن التصاق المتاجر ببعضها البعض. وتعد هذه السوق للصناعات التقليدية بجابس من أهم المحطات السياحية بالجهة، فهي وجهة الكثير من السياح لطابعها المعماري المتميز ولما يروج فيها من صناعات ومنتوجات تقليدية تختص بها جهة جابس. هذا ولا تزال أسباب هذا الحريق غير معروفة إلى حد الآن، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية، إلا أنه من المرجح أن يخلف خسائر مادية كبيرة. بالنسبة يتمثل في معناها حريق بسوق جارة يتسمى، هذا سوق تاع صناعات تقليدية، كل ما هو معناها تقليدي في جابس، في حنة والبخور، كل ما هي معناها حاجات تقليدية. كما نشوفوا معناها الحريق فص السوق هو الداخل، وجزء منه من برا معناها. بالنسبة للأحوان الداخل، هي أحوان صغيرة في الحجم ولكن متلاصقة على بعضها، وعلى شكل معناها بتاع نصف دايرة، وما تعرف الأحوان متلاصقة. السلع عند نجم تقول كلها معظمها نفس السلع موجودة فيه، وهو يعتبر معناه معلم تاريخي نوعا ما، خاطر قديم ياسر سوق شارع هذايا، الحمد لله يمثل جزء معناها من البلاد الكل. بالنسبه للحريقه معناها اتت على جزء من السوق الداخل مش كامل، وجزء معناها من برا. بالنسبه لبدايه الحريقه نصف النهار غير درجين، 11 و52 دقيقه بالضبط، وتو العمليه مازالت متواصله. بالنسبه للسيطره على الحريق، تمت السيطره بنسبه 97 ولا 98%، خاطر احنا تو في مرحله معناها التبريد، ومرحله ما بعد التبريد هو اللي هو الحراسه. نقصنا شويه معناها في الوسائل الموجوده وفي العتاد الموجود، الحمد لله تمت السيطره على الحريق.